ميكروبز او مايكروبز حتى تعمل انفكشن ايش لازم يكون عندك؟ صح سبورز وكذا واشياء كثيره، يعني يكون عنده مثل اسلحه مثل كومبوننتس حتى تساعده انه تعمل هذا الانفكشن. يعني هو الجسم اللي تعمل له انفكشن ايضا عنده اسلحه، عنده اميون سيستم، عنده ريسبونس. يعني هي ما شغلت هو الباثوجين كلش قوي بحيث يتغلب على المقابل، لا المقابل اللي هو احنا نتكلم عن ميديكال الانسان عنده ايضا ديفنس ميكانيزم، فلازم يكون عنده هاي الباثوجين حتى تشتغل او المايكرو حتى يشتغل ويعمل استابلشمنت للانفكشن. لازم يكون عنده فود فاكتورز تتغلب على هذا الاميون ديفنس ميكانيزم للهوست اللي هو الانسان. هاي ايش نسميها؟ نسميها البكتيريا او المايكروبيال باثوجينيسيتي، المرضية، أو نسميها مرة نقول فيرولنس. فيرولنس أو باثوجينيسيتي يعني قدرة هذا الميكروب إنه يعمل إنفكشن. إحنا تتذكروا في أول محاضرة قلنا الميكروبز موجودين في كل مكان، زين هل أنا دائما أتعامل معها كأنمي وأخاف منها؟ لا، إلا إذا عملت لي إنفكشن هذاك الوقت أنا بدي أتعامل معها غير طريقة. بهالوقت إيش نسميها؟ نسميها باثوجينيك مايكروب. طبعا ما قبل كان اكو تصنيف انه هذه باثوجينيك وهاي هذه نون باثوجينيك مايكروبس. حاليا يقولون انه كل المايكروبس ممكن تكون باثوجينيك اذا توفرت لها ظروف. يعني احنا عندنا نورمال فلور، كنا تذكروا كنا اكو مايكروبس عايشين معنا احنا كلش هيلثي فاين ما عندنا اي مشكله معهم. ايمتى هاي تتغلب؟ مثل ستافيلوكوكس. ستافيلوكوكس ابيديرمس مثلا موجوده على السكن، هاي ابيديرمس ما اوريوس. اللي بيديرمس مثلا موجوده على السكن، هاي انا هسه اذا اخذ سواب من هون ازرعه تطلع هاي ستاف ابيديرمس. انا عندي مشكله؟ عندي ساين اوف انفكشن؟ لا. ليش؟ لانه هاي نورمال فلورا، هاي هيلثي. ايمتى ممكن تكون انفكشوس او تكون باثوجينيك؟ اذا صار اختراق تقتل. صح، اذا تغيرت الديفنس مالتي، لانه انا هاي النورمال فلورا الى انا ايضا جسمي يعني متعامل معاها بعقد. الى حد هون انت مجالك، بعدها لا يصير اكو ريسبونس وتعتبر باثوجين. فهاي الستاف ابيديرمس لو مثلا الاميونيتي مالتي كلش ضعفت او تغير السايت مالتها، يعني هي المفروض نورمال فلورا بالسكن. اذا راحت صارت بغير مكان مثلا العظم. بالعظم فور اكزامبل، او مثلا بالديب تشو، او مثلا بال تراكت. هذه اعتبرها باثوجين، حتى لو هي كان جزء من راح نشرحها ايضا بعدين، بس حتى افكر اوضح لكم الفكره انه ماكو مايكروب اطول علينا نون باثوجينيك. حاليا يقولون كل المايكروبز هي باثوجينيك اذا توفرت لها ظروف. فالباثوجينيك مايكرو اورجانيزم از ديفايند از وان ذات كوزز اور از كابابل اوف كوزينج ديزيز. ايش تعمل الديزيز المايكروبز؟ من يقرا الميكروبات مايكروبز may causing disease by the various things of by otherwise such as by production of toxins or by colonization on the skin or mucous membrane or by being introduced into normal sterile body cells. هاي النقطة اللي قلت لكم عليها، إنه normal flora أو أي مايكروب جاء على استيرايل بادي سايت هذا اعتبره باثوجينيك ايضا. يعني ليش؟ يعني عندي البلد مثلا استيرايل ولا نان استيرايل بالحاله الطبيعيه، هسه اذا اخذ البلد من عندي كان عندي فلو مثلا، كان عندي ريسبيرتري او كان عندي جست انفكشن واخذت بلد سامبل، يطلع منه باثوجين ولا لا؟ يطلع. يطلع. زين بالحاله بالنورمال بالهيلثي يطلع ولا لا؟ يطلع بالدم بس ما الفلويد للبادي البلاد والسي اس اف، تعرفون شو سي اس اف؟ رسمي لازم يكون ستيرايل. لو اخذت عينه بلاد وطلع عندي بكتيريا واحد هذا اعتبره باثوجينيك، اعتبره انفكشن. فالمايكروب اذا جت على النورمال ستيرايل بادي سايز اللي هي المفروض لازم تكون ستيرايل، ما تتحمل اي مايكروب، يعني جزء من المايكروب ما تتحمل، لازم تكون ستيرايل. مثل البلاد والسي اس اف هذول اهم اثنين. هذول لو كان عندي نسبة كلش قليلة، لو كان بكتيريوم واحد كوكاي وحدي بالغلط اعتبر هذا انفكشن. زين نكمل بعد. او انفكشن اوف او باي انفكشن اوف ميونو كومبرمايزد كومبرمايزد. يعني المايكروب شلون تعمل انفكشن؟ اما تنتج توكسين، برودكشن اوف توكسين، سوري ما توكسين، توكسين
preparation of body sites with the skins. Skin what? Because we believe that this is the first site ممكن يتعرض له الجسم للباثوجينز. Introduction into normal sterile body sites و infection of immunocompromised. Immunocompromised يعني الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة. مثل ايش؟ مثل منو؟ الأولدر. صاب السكري. بعد؟ صاب السكري أمراض ليش من عندنا أمراض سرطان الدم. بعد؟ مرض الإيدز راح يصير نقص في المناعة. أو الأشخاص اللي عندهم لا أمراض بس ياخذون ميونو سرطان يعني اللي ياخذون بيه راح تربط المناعة. الأشخاص اللي يعني مثلا أكو أشخاص عندهم أوتو أمين ديزيز فياخذون أدوية تضبط المناعة بيصيرون ميونو كومبرومايز. واضحة؟ زين. هل كل مايكروبيال كولونيزيشن أو مايكروبيال انفكشن رأسا يعمل انفكشن؟ دائما اتوقع انه هذا هو الاند ريزلت انه دائما يعمل انفكشن؟ لا، عندي احتمالات. اما يكون يمكن ذكرناها باول محاضره ايضا يصير اليمنيشن للمايكروبز يعني ديفنس ميكانيزم مال البادي تم اليمنيشن هذا المايكروبز وعندنا راح تاخذ ان شاء الله بالمناعه ماني فاكتورز للميون سيستم مالنا. فممكن يكون من البدايه انا اقضي على الانفكشن. لو هذا الباثوجين كان تغلب على هذا الفيرست لاين مثلا السكين هو يعتبر من الفيرست لاين ديفنس ميكانيزم. لو كان عندي كت بهذا السكن فبهالحاله الميكروب استغلت هاي الشغله واخترقت السكن فبهالحاله تغلبت على اول خط دفاعي ودخلت صار باثوجين فصار فاول خطوه ما يعني ما صار اليمنيشن. لا او ممكن يصير عندي هسه انا مثلا جبت طبق بينه باثوجين بكتيريا وانا عندي سكن انتاكت ما عندي اي جرح طخيتونه بعد شوية عندي أصلاً نورمال فلورا ممكن تقضي عليها ممكن أغسل ممكن كذا ما حيصير عندي دائماً إنفكشن إلا إذا ظروف معينة. النقطة الثانية لو ما صار عندي إليمينيشن ما حيصير عندي إنفكشن in which the organism multiply and cause the host to react. عشان الهوست رياكت إيش يعمل؟ دخل هذا الميكروب للسكن وبدأ يعمل إنفكشن عشان أنا أستجيب جسم راح يفرز مواد ايش اسميه هاي؟ ممكن ان يكون هو ذا تايب اوف ريسبونس. الميون ريسبونس اللي هو الانفلاميشن الانفلاميشن و ريدنس وكذا كذا تقريبا ان شاء الله بالميتين. اللي حدوني ممكن ايضا عند هاي المرحله صار الانفلاميشن الانفلاميشن هو الميون ريسبونس ممكن يتغلب الجسم على هذا الانفلاميشن صار عندي الانفلاميشن بسيط واتغلب عليه الجسم. ممكن ايضا لا هذا الباثوجين يكون اقوى ايضا من هذا الميون ريسبونس ويتغلب عليه بهالحاله يعمل establishment of disease infectious disease. فبهالحاله راح يصير عندي destruction للهوست تشو بسبب ايضا المواد اللي تنتجها الميكروب وبسبب الميون ريسبونس لان الميون ريسبونس ايضا مؤذي للجسم يعني هاي السايتوكاينز والكومبلمنتس وهذه ايضا تعمل destruction والانفلاماتوري ريسبونس ايضا تعمل destruction للبادي تشو. فالديزيز استابلشت باي يعني هي يعني خلينا نقول دول افكت من الميكروبز زائدا من الاميون ريسبونس. واضحه؟ اذا اقسم مراحل الانفكشن او عمليه الانفكشن البروسيس اوف انفكشن اقسمها ممكن انتو 5 مين ستيبس او خطوات. اول خطوه ايش يحتاج الميكروب حتى يعمل انفكشن؟ لو احنا هسه انا جبت الطبق مليان باثوجينيك بكتيريا هي هلوكه وانا هون ما لي علاقه بيها لازم هاي الميكروب تعمل انتري للجسم حتى تعمل انفكشن. انتري انتو ذا هوست وذ ايفيجن اوف ذا هوست برايمري ديفنس او نسمينه الفيرست لاين او النيت خط الدفاع بعد ايش تحتاج هاي الميكروب؟ تحتاج تعمل ادهيجن. ليش؟ حتى لا راسا تنوصل يعني احنا عندنا سلايفا مثلا عندنا مثلا بالجي اي تي عندنا ليكويد كل هاي تساعد انه تطرح المايكروب. هذا المايكروب ايش يحتاج؟ حتى يعمل انفكشن يحتاج ما بس انه يدخل وانما يستقر. فايش يستقر؟ عن طريق الادهيجن. عنده فد مولكيولز معينه او بروتينات معينه عنده قدره انه تتصح على هذا السطح. قلنا من تتصح على السطح ايش نسميها؟ من تتصحى على السطح ايش نسميها المايكروبس؟ بايرفن. تكون طبعا ما من اول خطوه تسميها بايرفن بس اكيد راح تتطور تكون لي هذا السبورتشر ماسبورتشر
بايوفيلم هذا اتاشمنت. سبور هاي ايش تكون وقت تصل مرحله الياس، ظروف معي ظروف كلش قاحله على البكتيريا تقوم تتحافظ على نفسها، تاخذ جزء من الجينات المثيليه مالتها وتحوطها بسبور وتخليها الى ان توفر الظروف مرض اللحم الملائمه ترجع تعيد دورتها. بس البايوفيلم هي البكتيريا تيجي تسوق على سطح. بعدها عملت ادهيجن، بعدها ممكن يصير لها سبريدنج اما على سراوندينج تشيو او ممكن تنتقل اذا اذا سايتس. يعني مثلا ممكن يكون عندي توث انفكشن ممكن يخترق التشيو ويصل الى المينجز او ممكن يصل الى الاي ان تي فممكن انه هو الباثوجي ما بستعمل لوكال انفكشن ممكن يصير له سبريدنج انتو اذر سايتس. بعد ايش المرحله الاخرى؟ بس صار اليوم ريسبونس صارت معركه فايش راح يصير عندي؟ اكيد ضحايا الدمج يكون من الباثوجينز وبالاضافه قبل شوي قلتوها ايضا من الهوست تشو. ليش يصير بالهوست تشو ديستركشن؟ اما البكتيريا تنتج مواد توكسينز او انزيمات حسب نشرحها او الاميون ريسبونس الانفلاماتوري ريسبونس راح يعمل هذا التشو ديستركشن. كان الباثوجين كلش قوي، انا هسه عندي بالبدايه بس فعلته فيرست لاين ديفنس ميكانيزم. عندي ايضا هاي سمينه الانيك اميونيتي، عندي شيء اسمه الادابتيف اميونيتي. معنا؟ عندنا شيء اسمه الادابتيف اميونيتي، ايش هو الادابتيف اميونيتي؟ المكتسبه او اللي نسميها الاكوايرد اميونيتي. ايش هو الاهم ساين بها؟ ايش هو اهم فاكتور بها؟ ايش ينتج الجسم بهاي مرحله الادابتيف اميونيتي؟ انتي بوديز سبيسيفيك انتي بوديز هاي نسميها الادابتيف اميونيتي. هاي كلش مرحله متطوره. اكو باثوجينز ممكن تصل هاي المرحله ايضا وتتغلب على السكندري ديفنس ميكانيزم او الادابتيف اميونيتي. بس واضحه الخطوات البروسيس؟ انتري بعدين ادهيجن بعدين سبريدنج بعدين دامج بعدين ممكن تعمل ايفيجن او تتغلب اسكيبنج ذا بوست سكندري ديفنس ميكانيزم. هل كل المايكروب تتبع هاي الخطوات؟ حسب ممكن تكمل اول وحده وتدخل بعدين يصير لها واشنج اوت عن طريق البودي فلويد او السيليا او الموجوده في الجسم. يصير لها ادهيجن ممكن ايضا تتعالج بالانتي بايوتكس او بالفاجوسايتس. سبريدنج ممكن يصير او لا، ممكن يكون السايت ما كان يعني معرض انه يعني سهوله انه ينتقل من هذاك السايت الى اذر سايت. الدمج إذا وصل هالمرحلة أكيد راح يصير، بس أيضا حدة الدمج تعتمد أنتي أنتي بايوتكس أكيد راح يكون الجسم يظهر الساين وسيمتومز مال انفكشن أكيد راح أدي أنتي علاج أنتي أنتي بايوتكس وأنتي ممكن ستيرويد مثلا تقلل هذا الانفليميشن يصير كمسكنات. وبعدين لو كان كلش هذا الباثوجين كلش باورفول راح يتغلب على سكند ديفينس ميكانيزم ويعمل كرونيك ديزيز الباثوجينيسيتي of a microorganism depends on its success in completing one or more or all of these stages or steps. كل ما كان الباثوجين اقوى كل ما قدر يتغلب يتخطى كل هاي المراحل، يعني استبلش من كل هاي الخطوات يعمل انتري وادهيجن سبريدنج دامج وانفيجن. قلت الباثوجينيسيتي راح تقل هاي الخطوات. واضحه؟ واضحة بنات؟ ايش هي الكاركترز للباثوجين حتى يصير باثوجين؟ او للمايكرو حتى يصير باثوجين؟ عندي كاركترستيك فيتشرز. ايش اسميها؟ اسميها الفيرونس فاكتورز، يعني الميكروبز عندها فاكتورز او عوامل تخليها باثوجينيك، نسميها فيرونس فاكتورز. انتيجين سويتشنج هسه نشرحها. والنقطة الثالثة هي infections in human population هسه أيضا نشرحها. The virus factors are those characteristics of a bacteria that enhance its pathogenicity. أي عامل يزيد الباثوجينيستي يزيد the infectivity of that microbe أسميه virus factor. تبغون تذكروا لي فد شيء من اللي أخذناه من قبل؟ واحدة منهم قالها قبل شوي زميلكم. سبورات؟ تكوين السبور ايضا واحده من الباثوجينز انه راح
الانتيبايوتيك. لانه من يكون عندي سبورات، سبورات كلش ريزيستنت للانتيبايوتيك، هاي واحده من ال من الفيروس فاكتورز. بعد خذنا شيء كبسول، كبسول بالضبط. معظم المايكروبز محاطه بكبسول تعمل يعني شو تحاول فاغوسايتوسيس، واحنا نعرف فاغوسايتوسيس هو البلعمه، انه خلايا فاغوسايتس بالبلد دو على الباثوجين تعمل له فاغوسايتوسيس. فلو كانت محاطه بسلايم او كبسول ممكن ايضا تتغلب على الفاغوسايتوسيس. بعد عندنا البيلاي، تذكرون البيلاي؟ فلاجيلا. البيلاي تساعد على الاتاتشمنت، فايضا تساعد على خطوه شوي اللي هي الادهيجن. وهكذا كل هاي من بعد توكسينز ايضا فيروس فاكتورز حسب الشعر. ذا مور امبورتنت هسه حدد طبعا الفاكتورز كلش كثيره وكل مايكروبز عندها فاكتورز خاصه بها، بس ممكن نلخصها ب اولا الانتري انتو بوست هاي العيده، الادهيرنس، الفيزفنس، والبكتيريوسنس. هذه اول اربع كاركترستكس حتى اقول انه هذا الباثوجين يمتلك فيروس فاكتورز، ممكن يمتلك وحده او اكثر من هذه الكاركترستكس. فالانتري انتو ذا هوست لازم يكون عنده القدره انه يخترق اللاينز، الادهيرنس لازم يكون عنده قدره على الاتاتشمنت، ما كل المايكروبس عندها هاي القدره. ايضا عنده عوامل تساعد على الانفيزفنس وانتاج التوكسينز. نبدا اول نقطه اللي هي انتري انتو ذا هوست. ليش الانتري انتو ذا هوست؟ هذا ايش نعتبره؟ اقول هذا الباثوجين مو هذا الميكروب ممكن يخترق جسم، يعني يخترق السكين او الميكروس ميمبرين، فهذا يعتبر باثوجين او عنده فيروس فاكتورز تساعده على الباثوجين. فلو انه الميكروب عشان تدخل جسم الانسان اما عن طريق ريسبيرتوري تراكت نوز و أو حتى السكين. هذه الحالة الطبيعية، وحتى لو أنا عندي مثلا سيرجري وعندي طرق أخرى ممكن أيضا عن طريقها يدخل البلد، يدخل الميكروب إلى البلد سايت سواء كان بلد أو بلدش. بس هاي بسرعة هاي أول المكانات اللي ممكن يدخل عن طريقها الميكروب. اللي هي الموست كومن. Once entry is achieved, the pathogen must overcome. إيش معنى overcome؟ يتغلب على a diversity of host defenses before it can establish itself. أقلناها. من يدخلنا معناتها راح يعمل infection، لازم يتغلب على الديفنس ميكانيزم للجسم حتى يعمل infection. فالهوست the primary host defenses شو أعطيتكم المناعة؟ إيش هي؟ إيش عندنا أول شيء عندنا؟ فاغوسايتوسيس. من يعمل فاغوسايتوسيس؟ بنات؟ من يعمل فاغوسايتوسيس؟ البنات إذا جاوبوا نعطيكم درجة. من يعمل فاغوسايتوسيس؟ بنات مرت الخبرات يقعدوا يهون ولا يقعدوا يهون؟ تسوى قبل او هذا بس خلوا يهون. من هو يعمل فاغوسايتوسيس؟ بس قلتوهم شويه. واحده من البلد سيلز ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ وايت بلد سيلز اللي هي ايش من اسمه يعني فاغوسايتوسيس. مين يتعمل فاغوسايتوسيس؟ فاغوسايتس او الماكروفيجز مايكروفيج النص سيل ال بالضبط. ابسط وحده هي الفاغوسايتس. تمام زين. بعد ايش عندنا برايمري ديفنس ميكانيزم؟ عندنا الاسيديك انفايرمنت مستمر كلش اسيديك. وين لاست 1 2 2 واحدة ثانية كلش اسيديك. الفجانة تذكرون بهذيك المحاضرة قلنا اسيديك بسبب وجود اللاكتوباسيلاي. من تروح الباسيلاي ويصير الوسط مادة قاعدي ايضا تساعد على الفكشن. فايضا ديفنس ميكانيزم هي الاسيديتي. الجسم ايضا هوست ديفنس ميكانيزم ينتج هيدروليتيك اند بروتيوليتيك انزيمز. انزيمز تحلل الميكروب اللي يدخل الجسم. حتى المعدة بها انزيمات محللة. السلايفا، السكن، السبيشيس النايز، كل هذه ديفنس ميكانيزم. أو كان بكتيريا، أصلا بكتيريا ريسبيس، أول خطوة إيش عندك تعمل؟ تمنع البكتيريا
Persian power or hot, for example? انزيمات معينة عن طريق انتاج انزيمات تساعد انه تعمل ديستركشن للبادي سيلز او بادي تيشو. فالانفيشن بكتيريا او دوز كان انتر هوت سيلز او بنتريت ميكوزل سيرفيسز سبريدينج فروم ذا انيشال سايت انفكشن باي سيفيرال بكتيريال انزيمز. مثل ايش؟ ان الكولاجينيز دائما استخدم بعدين سيرال ماتريسز هو ثوب فايبرونكتين مثلا او كولاجين او هايبرونيك اسيد. كل هذه بروتينات تحيط الخلايا البشريه يعني تحميها. فالجسم ايضا ممكن ينتج البكتيريا العفو ممكن تنتج انزيمز تحلل هاي الكود الرابطي او النسيج الرابط للهيومن تيشو مثل كولاجينيز والهيالو بروتينيز. ايش تعمل هاي الانزيمات؟ تعمل degradation of the component of the extracellular matrix providing the bacteria with easier access to the host cell. واضحة؟ أكو سؤال؟ cell invasion إيش يعمل الجسم يوم داخل؟ component of the صح يعمل inflammation بالبداية وبعدين يكون بالadaptive immunity يكون antibody. The invasion is followed by inflammation. من سو انفيجن سو انفيجن هسه اي جرح تكون اكيد تلاحظون اي جرح صار فيه انفكشن اول ساين هي الانفلاميشن هو الريدنس ويشبه وسو اديما وغيرها. الانفلاميشن يكون نوعين اما يكون بايوجينيك اكيد راح اظهر عليكم هذا اللي بدكم اياه بايوجينيك من اسمه بايو بايوجينيك من تجيكم بايو معناتها قيحي او في الباسترو على مدى الباس فورميشن. البايوجينيك انفلاميشن انفولفينج باس فورميشن
الجام. هاك اللي تبقى يجيني الانفلاميشن اكو باس. احيانا نقول الانفلاميشن اللي تبقى يجيني يكون جرانيولوس. يعني يصير على شكل جرانيولوس. اكثر مما هو باس، باس يكون يعني سوفت اكثر. فايش يكون بيلو؟ يكون نودلر ان شيب يحتوي على الفايبروبلاست، ليمفوسايتس اند ماكروفيجز. ايش
inshallah,